يمكن نادين اكتر واحده فيكم كمان يا دينا اتعرضت لضغط جامد، يمكن جت من افريقيا وبعد افريقيا ما لحقتش تريح بالظبط. القاهره في 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 ماتشات الماتش السوبر، يعني الموسم كان صعب بالنسبه لك يا نادين. صراحه الموسم كان صعب جدا، بالذات عشان احنا فعلا ما لحقناش نتمرن مع بعض ونعمل فتره اعداد، كله جه ورا بعضه. عشان كده ماتش السوبر كان بالنسبه لنا مش مقياس لإحنا هنعمل ايه السنه دي، بالعكس احنا خدناه اللي هو كان يعني ماتش من بطوله واحده، ما كانش عندنا توفيق خالص ولا واحده مننا كانت موفقه في الماتش ده بالظبط. فاحنا لا بالعكس ما نقفش، مش يعني بالعكس السيزون كان لسه بيبتدي بالنسبه لنا. كنا عارفين ان بطوله مرتبط دي اللي هتوقفنا على رجلينا تاني وهترجع ثقه الناس فينا وجمهورنا واحنا كمان فينا ان احنا نقدر نكمل ونلعب بقيه السيزون. فريق مرتبط صراحه ساعدنا بنسبه كبيره جدا جدا جدا، وطبعا بنشكرهم عشان على الماتشين اللي هم عملوهم. وفعلا قبل لما يعني لما قبل ما نخش الماتش واحنا عارفين ان الصغيرين بتوعنا كاسبين، هو اصلا بيدي دفع لينا قوي جدا وبيحط الفرقه الثانيه برده تحت ضغط ان هم محتاجين يكسبوا ماتش. بس خلي بالك برده يا نادين، انت كونك خدت ما شاء الله هدافه افريقيا على نجوم كبير في افريقيا، في نجوم كتار في يعني في فريق منتخبات السيدات، وكمان ترجعي تاخدي برضه هداف دوري مرتبط، فده بيحط مسؤوليه عليك كبيره جدا. يعني هل ده حاسه بريشر ولا حاسه ده دافع انه يقدر يزقك لقدام اكتر؟ هو الاثنين، بس هو بالنسبه لي لا، انا بحب اتحمل المسؤوليه وبحب العب وانا محطوط عليا الاكس وعارفه ان الناس محضراني تعمل ايه. انا بحب يعني الاتموسفير ده، وتحب تلاقي في ثقه زياده. طب لا يضغطوا عليا كمان اكتر، انا مش فارق معايا. حلو حلو، اللعيب لما يبقى عنده المينتاليتي ده بيبقى يتحمل الضغوط، اكيد بيفرق كتير. اكيد.